أنا نادي عبد السلام، أنا اللي قتلت عبد الحكيم عبد الجواد عشان أخد طربوي، أنا اللي هربت من السجن وزورت ورق باسم تاني، وأنا اللي قتلت مهدي جوزي. ما تتعبيش نفسك معايا، هنزل معاكي يعني هنزل معاكي. يا ريتالي تطمني أنا كويسة والله. بقولك يا شهد، أنا كده كده هنزل معاكي، وكمان عايزة أقابل عزت. لا يا ستي مفيش داعي. بقولك إيه، أنا هنزل مصر سواء هاجي معاكي أو مش معاكي، أنا كده كده نازلة. خلاص يبقى هتيجي تباتي معايا. لا مش هينفع خالص، أنا بس هطمن عليكي وبعدين عندي مشوار كده هخلصه، وبعدين أنا ما ينفعش أسيب حسن، ما أنتي عارفة. يا سلام، ده بجد ده ولا هزار بقى؟ لا بجد. ماشي. منورة 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 يا عمتي. فيكي يا بت مالك منورة منورة، عايزة تقولي ايه؟ مفيش حاجة، بس انتي عارفة يا عمتي كله رايح كله ضايع، ما يبقاش غير وجهي الكريم. يعني انا فتحي بشوفه كل فين وفين، ازعل اتضايق يجي لي نقطة. ايه يا بت مالك فيكي ايه عمالة تلفي وتدوري؟ ما تقولي في ايه، ما تخليش عقلي يودي ويجيب. بصراحة في حاجة وأنا خايفة أقولك. خايفة من إيه؟ ما تقولي. محروس. إيه ماله محروس؟ اتجن مات يا دي الهانة. بصراحة هو لك ده ولك ده. أمال في إيه يا بنت ما تنطقي؟ المخفي ده اتجوز. إيه بتقول إيه؟ هو ده اللي حصل. اتجوز؟ اتجوز مين؟ أيوة 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 أيوة، البت سامية دي برميل الزفت صح؟ صح، شبهه من طينته. ما تزعليش يا عمتي. لا أنا مش زعلانة، اللي خدته الجرعة تاخده من الشعور. على فين؟ أنا هوريه، أنا هخليه يلف حوالين نفسه. أنا فوزية يتجوز علي؟ أنا مكنتش عارفة أنك هتزعلي جوي كده يا عمتي. يا بت أنا مش زعلانة، بس مش ده اللي يتجوز علي أنا. أنا فوزية بنت عبد الجواد، أنا هخليه زي البهيمة اللي بتلف في ساقية ما يعرفش يجيب آخرها. آه يا محروس الكلب، إن ما وريتك. طب ده عجب ابتدائي ده. ادخل. دخلت. ولا ليلة امبارح يا مروان، صلاة النبي أحسن. هتفضل الناس تحكي وتتحاكى عن جمالها. الحمد لله. الحمد لله على كل حال. ربنا يجعل لينا كل هنا وسعادة. يا رب يا حبيبي بحسك معانا. كنت عايزة أطلب منك طلب بس، وغلاوتي عندك وغلاوتي عندك، ما تكسفنيش. أنا عمري أم كريمة قلت لك لا؟ قول اللي أنت عايزاه وأنا تحت أمرك. عايزة أروح مصر أقعد في بيت عمك عبد الله. ليه؟ هتزعلك في حاجة؟ هتداس لك على طرف؟ أم قالت لك أي حاجة؟ لا يا حبيبي، ده كل شايلني على كفوف الراحة، بس أنا عايزة أروح البيت أشم ريحة عبد الله هناك وأريحه في تربته. الله يرحمه ويحسن إليه ويبشبش الطوبة اللي تحت راسه. أما كريمة، إحنا اتفقنا إن هنا البيت الكبير اللي هيلمنا كلنا، ولا أنت لسه حاسة إن مروان ما يقدر شيء؟ لا يا حبيبي ما تقولش كده، ده اللي انت عملته ما يعرفش يعمله حتى الساحر. ربنا يخليك انت وحسن. عايز عمك عبد الله يحس بمجهودي واللي انا عملته، ويحس كمان ان ابن اخوه جاب له حقه ورجعه له. الحمد لله، قسما بعز جلالة الله حقه رجع كامل مكمل زي الأول وأحسن. أنا ما عنديش مانع، بس خدي رأي زينب الأول. رأي زينب ده إيه؟ لا أنت الكلمة كلمتك والشورة شورتك. خلاص اللي تشوفيه، بس على فكرة أنا ما أقدرش أستغنى عن زينب أبدا. ولا هي تستغنى عنك يا مروان ولا عن نوح، ما تخافش حبيبي.
خلاص يا ام كريمه جيت تشوفيه. اعمل لك شويه شاي وانا افديك الساعه لما اشرب كوبايه شاي من يد حمادي. ثانيه واحده. الو، لا اله الا الله، متشكرين يا سعادة الباشا، متشكرين قوي. مع السلامه. مع السلامه. خير يا مروان؟ في ايه؟ وشك اتقلب كده ليه؟ ناديه معجوزه في المركز وظابط كلمني لما عرف انها من العيله. انا هروح لها. استني. ايه؟ هتروحي كده؟ لا هغير طبعا. وانت مش هتيجي معايا؟ اكيد طبعا. يلا يا اخوي. اتجوز ابن الهبله. اتجوز مين؟ ساميه اللي كانت في ديلنا عايمه دي. يلا في داهيه. في مليون داهيه. عشان تعرفوا كان عندي حق لما اتطلقت منه. انا مش عارفه هي اتجوزته عشان خاطر ايه اصلا. تلاقيه ضحك عليها، عمل لها البحر طحينه، محروس وانا عارفاه. كلامه زي الفشار، لما تشبعي منه يطق. سيبينا من المحروس دلوقتي، انا عايزاك تكلمي ريتال. انا حاسه انه في حاجه مخبيها علينا. حاجة زي إيه يا عمتي؟ مش عارفة. نزلتها مصر دي مش مريحاني. في حاجة مدرياها علينا. طب خلاص، أنا هتصل بيها دلوقتي. ألو؟ أيوة يا ريتال. أنتوا وصلتوا مصر؟ طيب وانت كويسه يعني؟ خلاص يا حبيبتي ماشي، لما توصلوا بالسلامه كده بلغيني. يلا سلام دلوقتي، باي باي. تصدقي يا عمتي كان معاكي حق، طريقه كلامها كده مش مريحاني. هو ده الكلام اللي هي قالته لي وطلبت مني ان اكلمك وابلغك ان هي هنا. هسيبكم مع بعض 5 دقايق. ناديه، ناديه حبيبتي. حضني يا عمتي. الوجدة عايزة أحس بالأمان قبل ما أموت. هتشرح لك. تعالي.